السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم على خير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد من ماغازان كونفور اند اليغونس. جيت باش نعلمكم ان شاء الله بموعد لايف اللي غيكون عندنا غدا ان شاء الله. اللايف ديال غدا غيكونوا فيه بزاف ديال الحوايج زوينين. اول حاجه غادي نتعرفوا كاملين على الرابحه ديالنا الفيديو اللي كنت حطيت، وثاني حاجه غادي عندي لكم واحد سوربريز زوينه غادي تعجبكم. هادي شي حاجه زوينه بزاف بزاف، مهم خليو تتعرفوا عليها في اللايف. وثالث حاجه عندنا اريفاج جديد، اكيد شي حاجه توب كالعاده، واريفاج متنوع يعني غيكونوا فيه بزاف ديال الحوايج. وشنو اخر؟ شنو اخر؟ واكيد غيكون عندنا يعني رابحه من اللايف. يلاه البنات، هانتوما عندكم اربعه ديال الحوايج الزوينين في لايف واحد، ان شاء الله يكونوا في الموعد. اليوم انا كنصور لكم من المحل البنات، بغيت نعاود نعطيكم النعت ديال المحل، وفي نفس الوقت الناس اللي يلا انضموا لينا القناه، يعني دائما كنصور لكم من الاستوديو، يعني كاين الناس اللي ما عارفينش المتجر ديالنا كيفاش داير. ها نتوما البنات، مرحبا بكم، هذا هو ماغازان كونفور اند اليغونس. انا نعطيكم النعت باش تعرفوا بالضبط حنا فين كاينين. حنا في جوهره سيدي مومن اون فاس مع جامع جوهره. انا نخرج على برا ونعطيكم النعت من برا المحل، ما حد المحل باقي خاوي. الصباح كنصور لكم هكا في الصباح، يعني باقي زنقه ما عمراش. اما هكا من كنكون في العشيه ما كنبغيش نشد هكا الناس، كتكون دايزه كيكون المحل ما شاء الله على برا القصري كتكون عامره، كتجيني ناقصه نصوروا الناس غاديين جايين. مهم البنات، ها نتوما ندير لكم واحد الطو خفيفه في الماغازان، و كيف قلت لكم فوالا، ها نتوما الناس اللي عزا عليهم لي باسكيت لي ساك ديال برومو دو 100 درهم. ها نتوما البنات، هادشي اللي بقى عندنا فيهم ما شاء الله، يعني كان اريفاج كبير وكان الناس ما شاء الله كثر اللي استفدوا منه. وهنا عندنا لي باسكيت. وبالنسبه للي صابو ميديكال راه باقي عندي البرومو ديال 80 درهم، غير هو لي طاي اغلبيه 40 41، يعني كلشي هاد لي صابو برومو، مي ياك كلشي لي صابو 40 41. ما كاينش شي نمره، كاين شي حاجه في 39 40 41، وكاين شي حاجه في 90. انتما البنات لي ساك د السفر ما شاء الله زوينين، يعني راه ديجا خداو منهم بزاف الناس، تيخليو لنا اكيد لي كومونتير كيفاش جاوهم. وهنا حتى هنا عندنا لي باسكيت، شو ما شاء الله كاينه تشكيله متنوعه ديال لي باسكيت. وكاين هنا البرومو ديال الموكاسان ديال 100 درهم، مي ما بقاش عندنا فيه بزاف، هادشي اللي بقى فيه. ديجا راه كنت درت لكم فيديو سبيسيال ديال البرومو، كنت عطيتكم لي بوانتور. المهم هانتوما البنات، هادشي اللي بقى عندنا في البرومو ديال 100 درهم. وابار هادشي راه كاين دي طونك، كاين هاد لي كلاكيت بحال هكا. ديجا راه ديجا كنصور لكم بحال هاد الموديل 50، هادو 70، كاين هادو 40 درهم، هادو 70، وهادو البرومو الاخرى ديال 40 درهم. وكيف قلت لكم بالنسبه للنعت ديال المحل، شوفوا شنو بغيت نعطيكم الناس، عاد عمر المحل قدامي. ها نتوما اون فاس مع مسجد جوهره، شو هذا هو جامع جوهره، راه كيبان لكم اون فاس. حنا المحل اللي لاصق على العطار، وهذه راه كتسمى كلها قصريه جوهره. وديجا غتلقاو البانو في كونفور اند اليغونس شي ياسمين، ومرحبا بكم. سي بون البنات، هانتوما هذا هو البانو كونفور اليغونس شي ياسمين، وهذا هو المحل، وهذا هو الماغازان ديالنا. مرحبا بكم بيان سيغ. كيف ديجا عارفين حنا راه كنتواجدو في جوهرة سيدي مومن اون فاس مع جامع جوهرة، وريتكم المسجد راه مكتوبة فيه جوهرة ماشي دار الرحمة، كنعاود نأكد حيت شحال واحد كيجينا كيطلع للرون بوان الفوق حدا مسجد الرحمة، جيو على لوطوغوت طلعة ديال اتاكادا ودورو على جوهرة، الدخله اللي فيها بيم الشارع الكبير جوهره، غتلقاو لا بنك اوف افريكا. شوكيه حنا راه اون فاس مع الجامع، اون فوا غتدخلوا مع ديك الزنقه غتلقاو مسجد جوهره كيف وريتكم، حنا راه اون فاس. هذا ما كان البنات، وشكرا لكم مره اخرى على الدعم ديالكم لينا، ومرحبا بكم بيان سيغ في المتجر ديالنا المتواضع اللي كيوفر لكم تشكيله توب يعني ومتنوعه كيف كتشوفوا.
ما شاء الله كل شيء كاين، لي صندال بلا، لي باسكيت، لي طونغ، لي ساك دو فواياج، هكا لي ساك صغارين، دي بوشيت، لي ساك الكبار، وكاين حتى لي بالغين كيف وريتكم، لي بابوش، لي ميل، لي صندال تالون، كل شيء كاين. يعني ما يمكنش تجي الماغازا وما تلقايش داكشي اللي بغيتي. ها نتوما لي موكاسان، كاينه تشكيله متنوعه، كاينه نوفيل كوليكسيون، كاين دي كوليكسيون في البرومو، يعني ما شاء الله كاين ما يدار. ها نتوما ميم لي بوشيت صغار اللي كاين فيهم تشكيله متنوعه. يلا البنات ما نطولش عليكم، خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في اللايف ديال غدا، كونوا في الموعد مع 8.